احنا المهنيين ديال مزاره السلاق سلاق تعانيو من هذا القطاع متضررين في جميع الظروف، لا الظروف ديال الصحه، لا الظروف ديال الصحه ولا النقل، ولا النقل راه ما عندناش. مدينه سلا يا مدينه سلا عندها بكوب وحده الكميات، احنا الكميات ديال النقل ما مفرشنا الجماعه، وقد تاخذ معدنا الاجره، قد تاخذ معدنا الفلوس ديال النقل، وعندنا وثائق قانونيه تنأديوها للجماعه، وما مفرشنا النقل، وجابت لينا واحد النقل وهمي ما عندوش صفه قانونيه كيمشي بها هاد سميتو باش نخلصوه، ما كيعطينا حتى شي وثيقه، شي روسي ولا شي حاجه على 100 درهم باش نعرفوا هاد القرار منين جا. كنسولوا الناس المسؤولين ديال الجماعه الموظفين، تنقول له السي فلان منين جا القرار، بلا ما نسميهم، منين جا القرار؟ تيقول لك هاد القرار جا من العماله، هاد القرار جا من الجماعه، ما عرفناش اين جهه، اي جهه جات دارت هاد المشكل، اجي تفك لنا المشكل ديالنا، اي مسؤول. حنا كناجدوا السيد العامين او السيد الولي، تناجدوه من هاد المنبر، من هاد المزاره، تناجدوه ايجي يحل لنا المشكل، راه حنا ما غنحيدوش من هنا الا يحلوا لنا المشكل ديالنا. حنا راه تنعانيو في هاد القطاع، راه من اللي بدا العيد وحنا كنعانيو، ما بقيناش كندبحوا، راه المزاره ديالنا خاويه في هاد المشاكل، كيتمارس عنا حنا الضغوطات، وكيتمارس عنا القمع، وكيتمارس هاد السيد. ناس كيجيو كان عندهم رخص ديالهم بحالو، كيبغي يهزو ما كيخليهمش، كيمنعهم من عن كليا. لامين ديالنا ما عندناش لامين، راه انتم قدامكم، راه شوف راه لامين قدامكم، السوء الالفاظ اللي هضر بها، كون عندنا لامين ما غنوقعوش في هذا المشكل، ثلاثة الناس مع لامين غيفكوا لنا المشكل، غيمشيو عند المسؤولين، عنده صفة، عنده صيغة. حطوه القزارة وصوتوا عليه بالتصويت صوتوا عليه، وما بقات فيه المصداقية، ولا خائن ديال القطاع. من دابا من هذا المنبر أنا كناشد السي العامل وكناشد الوالي السيد الوالي ديالنا، وكناشد جلالة الملك. هاد اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم، هاد الفيديو يشوفوا جلالة الملك الله ينصرو، هاد الملك هاد البلاد كيحكم لنا، الملك الله الوطن الملك. دابا راه ولينا تنضطروا، دابا ولينا ندبحوا في عين عودة، واش حنا دابا في سلا ولا في عين عودة؟ ولينا ندبحوا في سبت تمارة، ولينا ندبحوا في بن سليمان، وراه فوضى هادي. باش علاش؟ على ودي الترونسبور ما كاينش هنا في الجماعه، كاينه بكوب وحده، حسبي الله ونعم الوكيل. والله الا كندبحوا بن سليمان، بالله والا ما كندبحوا بن سليمان، وكندبحوا في عين عوده، وكندبحوا في تماره، كندبحوا في الخميس السول، والخميس ديال السول، وما توصلك اللحم حتى راه هي دابا كون كانت انا غنصوروها، راه ما كاين لا فريق ولا والو. بكوب اصاحبي هاد الفلوس، واش هاد الفلوس ديال الجامعه؟ واش هاد الفلوس ديال الجامعه دخلنا لك؟ بالله كتشد عند الراجل فرد واحد، كتشد عنده 450 درهم، وبيكوب اصاحبي بيكوب 120 ديال البقر. حسبي الله ونعم الوكيل. والله لا منكر بالله، ولا من يجيب لنا، ولا من يسال علينا. احنا دابا رزقنا ولينا كندفعوه، ومحرومين من وملاوحين رزقنا، ولينا كنجيبوا عجل بالملايين، ثلاثه الملايين وحشومه، والمطالب ديالنا هنا يعطيونا حق ديالنا، احنا ما كنتسالوهم، ما كيتسالونا، احنا كنعبروا بهيمه كنخلصوها، هما راه كاينو ما كيسمحوش فيه، ولكن البهيمه ديالي خاصها تشارجا، يعني انا كنخلص رزقي خاصها تشارجيا ليا. والمشكل اللي كاين الثاني، وهو هاد الماء ديال البحر كنغسلوه به حنا الدواره، حسبي الله ونعم الوكيل. واش دابا تغسل بداك الماء؟ تغسل به بها؟ واش تغسل به دابا دواره صاحبي، دواره ديال فواد ديال العجل كتكرفسوا بهاد الماء ديال الملح؟ فواد السينات راه حشومه. المشكل الثاني هو ما كاينش شي مسؤول هنا اللي غيهضر علينا، كاين واحد مسؤول هنا ما عرفناش واش هو مع الجماعه، ما بغينا نعرفوه منين جاي هو المسؤول هذا، هو الاختصاص ديالو هو يخدم على الجماعه ديالو، الله يعاونه.
ملي كنهضروا معاه تيقول لك لا ما عاجبك سير بحالك. واش حنا ضاربين هنا؟ انا راه ضارب 28 عام هنا، انا خدام في هذا الكورن هادي، انا قبل منه هو، وتيبغي يقمع بنادم. هذا هو المشكل. والمشكل الثاني وهو السلاخه اللي عنده شي بهيمه يسلخها. ما كاينش سير بحالك ولا ما سير بحالك، راه بنادم حيت الا غيمشي بحالو تعطيه الدوله تخلصو، تخلصو دير ليه ولا الشهريه ديالو ولا دير له شي حاجه الله يعاونه. واش هذا عنده جوج ولاد ولا هذا عنده الدوله؟ حنا ما خدامين على قطاع خاص ديالو، حنا خدام مع هذا السيد هذا غيسلخ ليا بهيم ديالو. انا خصني ضروري سمعتيني، المشكل اللي كاين هذا غيسلخ ليا البهيم ديالي، علاش انا غنعطيه لواحد ما تنعرفوش؟ هذا كنعطيه الامانه ديالي كيامنها ليا. وهاد الامين هذا، هاد الامين هذا اللي كاين هنا، هذا امين ديال راسو، ما خدامش لينا حنا. هاد السيد هذا حتى هو قال لك اسيدي الا ما عجبك السير الله يعاونك ما عندي ما ندير لك، رانا مريض فيا السكر. والمشكل الثالث هو اللي مضرورين منه مزيان، المشكل الثالث اخي وهي راه كاينه الفوضى، كاينه الحقره، كاينه الحقره. حنا رزقنا تنتحقروا عليه، بغينا نعرفوا شكون معانا وشكون اللي ضدنا. الرساله ديالي كنوصلوها اول حاجه لصاحب جلاله الملك، لانه هو ولد البلاد، هو اللي عارف البلاد شنو فيها. وثانيا هو سيد العامل، وثالثا سيد الوالي، خاصو يجي يحضر معانا. لا حنا راه ما كيصدق عنا حتى واحد، حنا راه كنعطيو رزقنا، حنا خدامين على راسنا، ما كتخلصنا دوله ما كتعطينا دوله، حنا رزقنا كنجيبوه كنخلصوه، يعطيونا ديالنا ياخذوا ديالهم. هذا هو المشكل اللي كاين عندنا. وسيد العام الله يجازيه بخير راجل طيب، خاصو يتصنت لينا. وسيد الوالي راه ولاو الناس نزهاء، الناس في الداخليه الله يسهل عليهم، الله يزيد لهم في العمر، يجيو يطبقوا معنا داك الشيء اللي كاين، والله يرحم لهم الوالدين. هذا ما نطالبوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا الجزاره ديال مدينه سالا، وكنعانيو من هذه العشوائيه اللي كاينه في هذه المجزره هذه. وحنا ماشي ضد البلاد باش تزيد القدام، لان سيدنا والدوله تبارك الله وصلى على النبي صوبوا لنا مجزره من اكبر مجزره في شمال افريقيا، وكنا بانيين امال عليها باش نخدموا فيها، وما كانش الافتتاح ديالها. وحنا دابا بقنا هذه الوصله كنا جمعونا هنا، وباش ياثروا الناس مزيان كيفاش كل واحد يذبح في التوقيت ديالو، ما بقاش المساواه بين الجزاره. يعني شي امين اللي غادي يخيط ما بين الناس، اللي غايقول لهم كل واحد والوقت ديالو، وغيخيط على الناس كيفاش كاين ترونسبور، وكيفاش حنا هنا ما كاين لا ما ديال الرضال، اولا ما كاينش الماء الرضال، ما كاينش فريغو فين يدار هذا اللحم، الكاميوات كاينه بيكوب ما كتحتويش على مبرد، الكاميو كذلك ومثال. يعني الناس مكرفصه وكتخلص شي فلوس وهميه، كيخلصوا الترونسبور اللي ما هو ماشي ترونسبور كامل، تنخلصوا الدوله، وكل ما كاينش حتى ميزان اللي غادي تعبر به في الكرنة، تنبقاو ندابزوا على ميزان واحد باش نعبروا به السلعه. بالنسبه للناس اللي كتذبح بالليل ما بقاش توصلها السلعه بالليل، لحقاش تحت فرصه بنهار، ولاو الناس ديال الليل تيريحوا، والناس ديال النهار عاوتاني اللي غيخدموا معاهم مجزره ما كافياش هاد الجزاره كامل. والقرنة راه صغيرة، ما نهضروش على القرنة بأنها صغيرة، وتم التأسيس ديالها، والقرنة تم التأسيس ديالها 1926. ونطلبوا من جلالة الملك والعامل بأنهم يوقفوا مع هذا القطاع هذا اللي تيقولوا هما غير مهيكل. حنا بغينا هذا القطاع يتهيكل، ولكن يكون في صالح الجميع. الناس راها مكرفصة، وما كاينش شي مسؤول اللي غادي يتكلم على هاد الناس بحرقه ديال الصنعه وديال الحرفه، لان مدينه عندها تاريخ، ما خصناش نكونوا في هاد المأزق هذا اللي حطتنا فيه هاد الجماعه وهاد. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يجازيكم بخير، والناس المسؤولين الا كانوا غيهيكلوا لنا هاد القطاع يهيكلوا عن جداره واستحقاق، ويديروا بحساب هاد الناس. راه حنا مكرفصين، راه حنا مكرفصين، والناس تتخلص الفلوس ما عارفاش علاش، ما عرفاش علاش. وبالنسبه للانسان اللي عنده بهيمه، القرنه ما فيهاش الاسطبل فين غادي تاكل هاد البهيمه، ولا شي بيطاري غادي يشوفها بالليل واش مرضات ولا لا، اي خليها لا ما تذبحهاش اليوم خليها حتى الغدا. وانت البهيمه كتخليها كتصبح حالتها حاله، ومني تذبح حالتها حاله، وتوصل للحانوت حالتها حاله. طلبوا من الله سبحانه وتعالى يوقف معنا في هاد الامور هذه، وتنتناشدوا المسؤولين الله يجازيك بخير. شكرا على المشاهده.
إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.